طيب كم كملت التسوق ولا عالك؟ والله عالي. عالك ايش عدك تريده؟ على كل حال جيبه، اكيد كنت تحتاج عدك ارز سكر بس. ايوه ما بلد. ايوه حياك الله. اسمك الكريم من؟ عمار محمد قندوان. من وين يا عمار؟ من حلاله. طيب حسبك على هذا ولا عادي؟ نعم حسب. كم الاجمالي طلع؟ 1000 ريال. طيب فرصه طبعا نعطي لك تسوق بالحاجات اللي تريدها. ايش من مول عندكم هنا كبير في حلاله؟ خلي طبيعي. والله حق عبد الله دروس. طيب هذا المول مقتنع به تماما؟ ايوه. طيب بناخذك الى المول تشيل الحاجات اللي تريدها. ايوه بس في شرط. ايش هو؟ ايش هو شرط؟ معك شيء لغز سؤال؟ فيه موجود. موجود معك؟ ايوه. محضره؟ ايوه. بسم الله على بركه الله. اذا الاخ عمر باقندوان. قندوان. عمر قندوان يتفضل طبعا معنا ويتم تجهيزه، بيروح طبعا معنا الى المول هنا في حريضه. تفضل يا اخ عمر. الان هنا الاخ عمر طبعا هنا. حياك الله، تعال معي في حريضه. اعطيك المايك تصبح مذيع تمام. اسال وارفع صوتك واسالك اثنين ثلاثه. اللغز يقول ما الذي يمكنك ان تكسره من غير ان تمسكه او تلمسه؟ تلمسه او تمسكه. ما الذي يمكنك ان تكسره من غير ان تمسكه او تلمسه؟ اخر واحد سأل. السؤال يقول ما الذي يمكنك ان تكسره من غير ان تمسكه او تلمسه؟ اظن القلب. غلط. اذا للاسف ثلاثه سالهم عمر. طبعا ارتبك شويه، سالت ثلاثه ما حد اجاب. لا ما حد. الاول ايش قالك الحل؟ الاول قال ما جاوب. ما جاوب، قال ما فهمت. الثاني قال القلب. الثالث هذا قال لك القلب. لا هذا الثاني. في واحد برضه سالته هناك صح؟ ايش قالك؟ قال ما اجاب. على كل حال طبعا عمر لم يجب احد، طلعت لغز. طيب بس بنسمع الجواب. ايش الجواب؟ الجواب الوعد. ليش؟ اذا وعدت الوعد. واحد ايوه. كيف الوعد؟ يعني اذا وعدت واحد وخلفه هذا يعتبر كسر الوعد. خلف الوعد. اذا خلف الوعد عبارة؟ خلف ما انكسر. يعني هو لغز. لغز طبعا جاب الاخ عمر امساك طبعا. مبدئيا لم يجب احد، وبالتالي ستكون الخيارات كلها للاخ عمر قندوان. ايوه. طيب اما نعطي لك 15 ثانيه عندك هذا المول في حريضه، شل السله معاك وعبيها باللي تريد. شل السله معاك. او الخيار الثاني معروف وهو كم؟ 30 ثانيه والسله ثابته لكن نص دقيقه وحط فيها. الخيار الثالث والاخير وهو سله الطاقم المخفيه، هذا الله اعلم ايش فيها. طبعا جيبوا السله عشان يشوفها وهو يختار اخيرا ما الذي يريد. هذه السله اعتمد على نفسي واثق من نفسي. ما شاء الله حاجات يبدو ان فيها تقريبا مليانه. الله اعلم. سله 30 ثانيه بتندم. ها قد تندم؟ لا ان شاء الله ما ندم. شباب طبعا هذا من خبره العام الماضي مع ابو حقب. ايش رايك؟ العام الماضي ابو حقب انطلق من هذا المكان من هذا المول صح؟ ايوه ادري. 30 ثانيه. طبعا ثبت على 30 ثانيه ونشوف ما الذي في السله اعد له في هذه الليله. في حاجه ما ادري ايش هذا. كرتون مليان. كرتون بطاطس ولا ايش ذي؟ تعب نفسك؟ لا 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 عادي داعي تعب نفسك؟ لا 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 يعني بتجمع اكثر منها؟ ان شاء الله. سيتم تجهيز الاخ عمر قندوان هنا في حراضه. الصفره الاولى تنطلق، الصفره الثانيه اي حاجه بيدك تحطها. تمام. لا تكرر المنتجات. سكر يعني عينه واحده، رز يعني شركه واحده. واضح. نقول يلا جمهور نحسب الى الثلاثه ونقول واحد اثنين البداية الآن. وعمر الآن طبعا يحاول بسرعة، الوقت الآن يمر، لابد كل حاجة طبعا وسط السلة. لا ترتبك يا عمر، أسرع عمر. مالك يا عمر كذا؟ خليك بسرعة عمر، ليش حب اجري عمر. والوقت الآن يا حامد، الوقت الآن طبعا يمر، والوقت
والوقت الآن 18 ثانية مرت عليك بسرعة يا عمر. والوقت الآن عمر باقي 5 ثواني الآن بسرعة، عاد باقي ثانيتين وبسرعة. والوقت الآن عمر ماذا عملت؟ هل هذا سكر يا عمر؟ موجود هنا. هل هذا سكر؟ موجود هنا. وليش حطيته؟ كان عادي أنت صح كنت طرحت سكر، كان ممكن تحط حاجة أكثر كراتين عندك، أنا مفروض تأخذها. طبعا نشوف الآن كم جمع عمر. طبعا تم دمج السلتين في سلة واحدة، هذا كل اللي جمعته. طبعا طبعا وصلنا عند الكاشير في هذا المكان. العام الماضي وقف أبو حقب وانطلق في التسوق من هنا. عمر شوف كم هنا واحد ترى زين، واحد وحبة واحدة عادي. أنا ما أريد أضحك عليه، لكن أريد أنه مفروض هذا أخذ عليه 3 ثواني عشان يحط هذا. لا هذا مع ذاك. مع إيش جاء؟ مع يعني هذا اللي جاء كده فوق مباشر. الآن طبعاً 83,000، الآن 84,000، الآن 95,770. هذا طبعاً السكر مكرر صح؟ لحظة لا لا أفضل لك هذا. لا وقد يكون ماركة هذا صح؟ لا ما بغينا الماركة. ما هو حقاب هذا طبعاً مكرر للأمانة، هذا مكرر. وآخراً أخيراً الأرز، نشوف كم على الأرز. إن شاء الله يبدو أن أكثر تسوق هنا في حرضة حتى الآن خلال المواسم. والإجمالي الآن يكون كم ونشوف؟ 127,570. اسمعوا تحية أقوى، مبروك عليك عمر، تستاهل طبعا. ولكن طبعا يبقى لعمر أيضا، باقي لعمر حاجة. إيش هي؟ التصويت. في هذا المكان العام الماضي حظي أبو حقب بمئة ألف. طبعا هذا يحتاج أنه كان في حلقة أبو حقب لكنه ما حصل شيء من المئة. لأنه مظلوم. استاهل الجمهور يساند. أيوة الجمهور، نشكر الجمهور الوفي على المساندة. بس في اليوتيوب اختفوا. باقي معك اليوتيوب 24 ساعة من الآن إلى بكرة زي الآن. إذا صوتوا له سيحظى أيضا مبلغ 100,000 ريال. عمر الله إن شاء الله في أمان الله، والتحية لك، وما شاء الله مبروك عليك هذه 127,000. حياك الله.